فلا تكو لا تشك أيها المسلم. الخطاب الأول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله، الخطاب الموجه إن لا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. هؤلاء اليهود والنصارى، هؤلاء المشركون اللي كانوا يعبدوا الأصنام، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. لو جينا الآن كأخوة في الوطن، لو جينا لأخ مسيحي قلنا له هل نحاسة الصليب يلي عم تصلي لها شو بتنفعك؟ شو بيقول؟ بيقول بيصرف عن البلاء، بيكشف القلب، شقفة نحاسة. حاطط الصورة، صورة سيدة مريم. هالصورة هي لو دعيتها أو طلبت منها شو بتعطيك؟ ولا شيء. بقول هيك أبي، هيك آبائنا. فإذا ما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم. أما له عقل يفكر. أنا التقيت ببعض الرهبان راهب، قلت له السيد المسيح لما خلق، خلق من لا شيء أو خلق من شيء؟ قال لا، خلق من شيء. منين؟ خلق من أمه مريم. منين طلع؟ طلع من مخرج البول. إله بيخرج من مخرج البول؟ ليش ما طلع من تمه؟ ليش ما طلع من عينها؟ محل كرامة، من هون طلع؟ قال لي ما حكوا لنا هيك، ما عنا علم هيك لهنا، ما أعرف. طيب ما أنت الحمد لله حاصل. ما يعبدون إلا كما يعبدوا، كان ما يعبدوا آباؤهم من قبل. إذا حياة تقليد، حياة تقليد، حياة التقليد في الحياة ما بيجوز إلك تقلد أي إنسان. في إنسان إذا قلدته بيهلكك، في إنسان إذا قلدته بيشقيك، في إنسان إذا قلدته بيضيعك. بدك تقلد واحد إذا قلدته يسعدك. مين اللي بيسعد؟ مين اللي إذا قلدناه بيسعدنا؟ الله جعل في الحياة، نزل لك قاعدة إذا بدك تقلد ولا بد. قال لك رح أعطيك أعظم إنسان في الحياة مثالية، تقلد المثالية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة حسنة. قال لي سيد الخلق، إمام الرسل، قال لي سيدنا محمد. الله أكبر. إذا قلدت أعظم مخلوق في الحياة معناته أنت شو رح تقلد؟ رح ترتقي إلى أعلى مقام. ما أعطاك أي إنسان، طيب أعطينا واحد ثاني. أعطاك سيدنا إبراهيم، قلد. لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة. قلد سيدنا إبراهيم. إبراهيم الإنسان الذي تغلب بحبه لله على النار فأطفاها، أطفاها بحبه. لولا حبه لله ما انطفت النار. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما كان محب لله، فنور إيمانه أطفأ النار. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام إذا المؤمن دخل إلى نار جهنم تخاطبه نار جهنم تقول له جز يا مؤمن، جز يا مؤمن، فإن نورك أطفأ لهبي. انطفت اللهب على المشركين، صار مرور المؤمن على جهنم رحمة بالمشركين. جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. يا سبحان الله. فإذا بدك تقلد، قلد المثاليين في الحياة، مثاليين أصحاب العقول،
أصحاب النجاح، أصحاب العز والكرامة، هدول قلتهم. أما تقلد واحد مكنس، تقلد واحد ما احتقارا للمكنس، معاذ الله، لكن في نظر الناس ما له هذا قيمة، ممكن يكون عند الله هو أعظم مني. أم تقلد واحد ما في له شيء في الحياة، إنسان سكرجي، إنسان خمرجي، ما بيقوم بعمل، بدك تقلده شقاء لك. فإذا الإسلام وجه المسلم أن يكون إنسان العقل والتفكير.